ثالثا، إلى كثير ممن يتباكى هذه الأيام بالقدس وبضياع القدس وهم في الحقيقة رؤوس الفتن الذين أشعلوا الفتن داخل ديار المسلمين وجعلوا المسلمين يقتل بعضهم بعضا ويبيد بعضهم بعضا وأحرقوا الشباب وفتنوا الأمة بما يسمى بالربيع وبغيره. واحد منهم يتباكى على وسائل التواصل يقول أين الشباب؟ أين المسلمون؟ والقدس تحتل. واحد رد عليه قال له المسلمون شغلتموهم أنتم بالحروب الطائفية، قتلتموهم أنتم قتلا، سفكتم دماءهم. المسلمون يمزقوا في سوريا بعضهم على بعض، يتقاتلون بين مصر والسودان، يتقاتلون داخل السودان، يتقاتلون في غيرها من بلاد المسلمين. المسلمين بيتقاتلوا والعدو يتربص بهم. فالرسالة إلى دعاة الفتن الذين بلعوا الأموال وأكلوا بدماء المسلمين وبأعراض المسلمين، أنتم السبب أو أنتم سبب من الأسباب.